فإد الجيش الإسرائيلي لا يحايد المدنيين، فقام بقصف أحد البيوت في منطقة بركة الوز، مما أثار الدمار الشامل والدمار الهائل، الذعر في قلوب أطفالي. طفلي بقول لي احميني احميني، بإيش اللي بصير؟ مش قادر أتنفس. طب إيش نعمل؟ إيش نسوي؟ إحنا مدنيين وقاعدين ومبسوطين وبنتمنى السلام وبنتمنى الأمان، لكن بنتفاجأ الطائرات الحربية الإسرائيلية بتقصفنا دون أي إنذار ودون أي توجيه إنه نخلي المنطقة.